بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أوقاتكم سادتي المشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أنا علي. يقول علي عليه السلام ضمن ما قاله في خطبته الافتخارية: أنا غوث من أطاع من الورى. كل شخص أطاع الله سبحانه وتعالى وأطاع النبي صلى الله عليه وآله وأطاع أهل البيت سلام الله عليهم، يكون علي عليه السلام هو غوثه، يكون غوثه في الدنيا ويكون غوثه في الآخرة. لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام لقب بألقاب عديدة، وهناك أدعية عديدة وردت عن الالتزام وعن التوسل به عليه السلام. من إحدى الأحراز التي وردت في هذا المجال بأنه يا أبا الغوث أغثني، يا علي أدركني. هذه من الأمور المجربة لقضاء الحوائج ولكشف الهموم والغموم، بأن ينادي المؤمن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه يا أبا الغوث أغثني، يا علي أدركني. أمير المؤمنين عليه السلام هنا أشار إلى هذا المعنى، قال أنا غوث من أطاع من الورى، فهو غوث سلام الله عليه لجميع شيعته، لجميع المؤمنين. هناك رواية عظيمة الشأن تبين مدى عظمة الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم، وكيف أن هذه الولاية فيها آثار تكوينية على الإنسان المؤمن. الولاية نعم هو جزء من الدين، بل هو الدين كله، ولكن هل أن الولاية فقط تفيد المؤمن في الآخرة؟ وهل أن ثمن الولاية فقط الجنة؟ لا، هناك آثار تكوينية جعلها الله سبحانه وتعالى للولاية، وهذا يدل على عظمتها. هناك رواية وردت عن سهل بن يعقوب الملقب بأبي نواس قال: قلت للعسكري، الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ذات يوم: يا سيدي، قد وقع إلي اختيارات الأيام عن سيدنا الصادق عليه السلام مما حدثني به الحسن بن عبد الله بن مطهر عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن سيدنا الصادق عليه السلام في كل شهر، فأعرضه عليك. هناك مسائل كانت لدى هذا الشخص سمعها من الإمام الصادق بالواسطة، فأراد أن يتأكد من الإمام الحسن العسكري عليه السلام عن صحة ما ورد، فقال لي: افعل. فلما عرضته عليه وصححته قلت له: يا سيدي، في أكثر هذه الأيام قواطع عن المقاصد لما ذكر فيها من النحس والمخاوف، فتدلني على الاحتراز من المخاوف فيها. هناك كأنه ورد في ذهن هذا الشخص أو سمع من بعض الأشخاص بأن هناك أيام هناك نحس في هذا السفر، فيها السفر، أو هناك نحس لمن أراد أن يخرج من الدار أو يخرج في سفر معين أو في قصد معين، وهذه الأيام كأنه قد شقت على هذا الشخص بأنها كثيرة، وأنه سمع بأن لا يمكن للإنسان أن يخرج من داره أو من بيته في سفر أو في حاجة إلا في أيام معدودات، والباقي كلها نحس عليه. فأراد من الإمام الحسن العسكري عليه السلام، طلب منه حرزا تقيه من المخاوف ومن الشدات في هذه الأيام. فإنما تدعوني الضرورة إلى التوجه في الحوائج فيها. أصاب بحاجة معينة، بحاجة ملحة، ولا بد من أن أخرج في هذه الأيام التي سمعت بأنها لا يمكن الخروج فيها وأنها أيام نحس. فقال لي: يا سهل، إن لشيعتنا، لاحظوا هنا يبدأ الإمام الحسن العسكري عليه السلام يبين عظمة الولاية، قال له: يا سهل، إن لشيعتنا بولايتنا، بسبب الولاية وبسبب أنه مؤمن بهذه الولاية، لعصمة لو سلكوا بها في لجة البحار الغامرة وسباسب بيد الغائرة، يعني الصحاري، بين سباع وذئاب وأعاد الجن والإنس، لأمنوا من مخاوفهم بولايتهم لنا. هذا الشيء الذي أنتم تحملوه بين أضلعكم وتحملوه في نفسكم وفي روحكم، وهي الولاية، لا تعتقدوا بأن هذا شيء بسيط، وأن هذا شيء هين عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي تحملونه في صدوركم وفي قلوبكم لو سلكتم بها في لجج البحار الغامرة وفي الصحاري المقفرة وبين الجن والإنس وبين السباع وبين الذئاب لكانت هذه الولاية وهي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وولاية أهل البيت حافظة لكم من كل المساوئ ومن كل المكاره. ولكن هنا الإمام الحسن العسكري عليه السلام أعطى توجيها وتعليما لهذا الشخص، قال له فثق بالله عز وجل، يجب أن تكون واثقا بالله بأن هذه الولاية التي تحملها تنجيك من المكاره، تنجيك من المخاوف، كن على ثقة بالله عز وجل، وأخلص في الولاء لأئمتك الطاهرين. هذين شرطين مهمين لكي تكون هذه الوصفة ناجحة وتكون هذه الولاية واقية لك من المكاره. أولا كن على ثقة من الله عز وجل، وثانيا كن مخلصا بحق الأئمة الطاهرين عليهم السلام، كن عارفا بحقهم. قال فثق بالله عز وجل وأخلص في الولاء لأئمتك الطاهرين وتوجه حيث شئت، كل مكان تريد أن تذهب إليه وكل وقت تريد أن تخرج فيه من دارك في قضاء حاجتك أخرج، ولكن كن على ثقة بالله وكن على إخلاص في الولاية. واقصد ما شئت إذا أصبحت، إذا أردت أن تخرج في الصباح وقلت ثلاثا، هذا تعليم لجميع المؤمنين إذا أرادوا أن يخرجوا من دارهم في سفر في حاجة فليرددوا هذا الدعاء. أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول، من كل طارق وغاشم، من سائر ما خلقت ومن خلقت، من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك، الصامت والناطق، في جنة من كل مخوف، بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك صلى الله عليه وآله، محتجزا من كل قاصد إلى أذية، بجدار حصين، الإخلاص في الاعتراف بحقهم. لاحظوا الكلمات التي وردت عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يبين أن الولاية هي بمثابة الجدار الحصين، بمثابة الجنة واللباس والدرع الذي يلبسه الإنسان. من كل قاصد إلى أذية بجدار حصين، الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم جميعا، موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم، أوالي من والوا وأجانب من جانبوا، فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقيه يا عظيم، حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض، إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وقلتها عشيا ثلاثا، هذه في الصباح، وإذا كان في المساء وقلتها عشيا ثلاثا، حصلت في حصن من مخاوفك وأمن من محذورك، فإذا أردت التوجه في يوم قد حذرت فيه فقدم أمام توجهك إلى نهاية الرواية المباركة. فإذا هنا الإمام الحسن العسكري عليه السلام يبين بأنه هذه الولاية والولاء أهل البيت سلام الله عليهم وولاية أمير المؤمنين سلام الله عليهم هي بمثابة الحصن وبمثابة الدرع الذي تنجي الإنسان من جميع المخاوف التي تعتريه في هذه الدنيا. كذلك يقول علي عليه السلام في هذه الخطبة أنا الفاروق الأعظم. لاحظوا هنا علي عليه السلام أشار إلى نفسه بأنه الفاروق. الفاروق هو الشيء الذي يفرق بين شيء وشيء آخر، وهنا علي عليه السلام لم يقل بأنه فقط فاروق، قال أنا الفاروق الأعظم. لماذا أمير المؤمنين عليه السلام أطلق على نفسه هذا اللقب؟ طبعا هذا يعود إلى عدة أسباب. السبب الأول هذا الوصف من الأوصاف التي أطلقها النبي صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أطلقه بأمر الله عز وجل عليه، وكل شيء الله سبحانه وتعالى يجعل له اسما أو لقبا أو وصفا فبالتالي يجب أن يكون عظيما لأنه صدر من عظيم. الله سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا يوجد في عظمته شيء ولا يلحق بعظمته شيء، فعندما يصف شخصا وإنسانا بأنه فاروق، فبالتالي يجب أن يكون هذا الفاروق هو فاروق أعظم. هذا السبب الأول. السبب الثاني لأن أمير المؤمنين عليه السلام أطلق عليه بالفاروق الأعظم لأنه يفرق بين أمرين عظيمين، الأمر الأول هو الحق والأمر الثاني هو الباطل، وكذلك هو يفرق بين الإيمان ويفرق بين الكفر، ولا يوجد شيء أعظم من الإيمان ولا يوجد شيء أعظم من الحق. لذلك هو عندما يفرق بين هذين الأمرين وهو يكون معيارا ومميزا بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر، فبالتالي يجب أن يكون فاروقا أعظم. وكذلك السبب الآخر في ذلك بأن عليا عليه السلام لا يمكن أن يخطئ في يوم من الأيام. علي عليه السلام هو معيار الحق، هو فاروق الحق، هو الذي يفرق بين الحق والباطل، فبالتالي أطلق عليه بالأعظم لأنه لا يمكن في يوم من الأيام أن يكون معياره وتفريقه عن ضلالة وعن خطأ أو عن زلل. لذلك تجدون بأنه هناك رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار. فهو بتوفيق من النبي صلى الله عليه وآله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى أصبح مؤيدا بالحق ومؤيدا بالإيمان، لأنه هو إمام المؤمنين وهو أمير المؤمنين وهو فاروق بين الحق وبين الباطل. جعلنا الله وإياكم من العارفين بحق علي عليه السلام، ومن السائرين خلفه في الدنيا، ومن الفائزين والمحشورين تحت رايته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.